ايه والله كانت عندي وكنت محروشة كتير، ما كنت عم بعرف احكي. طيب طمنيني شو؟ ايه شلون يعني ما بيعرف؟ اه طيب يعني بتكون قصتك هي السبب؟ اه فهمت عليك. طيب ليكي رزون، إذا صار معك شي دقي خبريني مشان أخبر ميادة، يعني حتى لو حبيتوا إنكم تتصلوا وتعتذروا منه خبريني مشان حتى بالصورة لميادة، حرام. إيه طيب ماشي ماشي حبيبتي، يلا باي باي. لك وينك أنتي؟ شو صار معي؟ مو أنتي قلتي لي على السكيت الشغلة بتاخد وقت؟ تفضلي هي عنوان شركتها. برافو عليك. هذا شو بحكي لي؟ هذا يا ستي ابو رائد طلع نفسه ابو الامجد. شو؟ طلع عنده شي برا يكتب رساله، مالي فاضيه هلا. هاي من كنتك نادية، وش عرفت انه احنا مع بعض فبلشت حركات. انت بتعرفي ايش الكلام بيساوي. اه ايش كنت بحكي لك؟ تذكرت ولما وصلت على الشام يا ست ام امجد بين معي انه كنت عم بكذب على حالي. اه قصة الجامعة والدراسة كلها طلعت كذب في كذب. اول ما فتت على الشام شميت ريحتي، حبيتها من أول لحظة. مش هاي البلد اللي انت عايشة فيها؟ وكل ما أمر في شارع أقول معقول أمي تكون عايشة في نفس الشارع؟ أو مارقة من هون مثلا. وقفت على هداك الرصيف، فاتت على هاي الدكانة، دخلت هاي الحديقة، كنت بس أشم ريحة الخبز أقول هذا الخبز اللي أمي عم تاكل منه، بس أسمع صوت الأذان أقول أمي عم تسمع نفس الصوت. مرة نزلت في الليل مشيت تحت المطر، قلت هاي الغيمة أكيد عم بتمطر علي وعلى أمي، وشوي شوي اكتشفت إنه أنا إجيت على الشام بس عشان أدور عليك. كنت أفيق الصبح أقول معقول يكون هذا اليوم اللي يجمعنا سوا؟ وشوي شوي مرقت الأيام والشهور وسنين ما كنتش عليك، دورت عليك كثير. هو في اشي ما بعرف ايش هو جواتي، صعب انه الاقيك، الامل كثير ضعيف، بس كان في اشي جوا يحسسني انه انا راح الاقيك في يوم من الايام، وراح احس بعطفك وحنانك، اقرب منك واضمك ونام على كتفك وأحس بكل الحالات اللي فاتت حياتي كلياتها معاك. كنت بس بدي أقولك كلمتين، بدي أقولك إنه أنا كتير اشتقت لك كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة كنت بشتاق لك، وهلا لقيتك كنت حابة أسمع صوتك، بس هسا أنا كثير مبسوط على القليل لامسك وماسك لك إيدك وببوسها. تبكي؟
اه بتبكي والله بتبكي، يعني بتسمعيني وحياة عرض بتسمعيني. ام امجد عم تسمعني يا ناس؟ امي عم تسمعني عم تسمعني عم تسمعني. وحياة عرضك وحياة عرضك احكي معي امي احكي معي. والله بتسمعني بتبكي، والله بتبكي يا شهر. بتسمعني بتسمعني يا ناس؟ صلاح ناديا تعالوا شوفوا، امي بتسمعني امي بتسمعني يا ناس. ايش بدي اسوي؟ امي امي سمعتيني؟ امي 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 انا امجد، انا ابنك انا ابنك، رجعت من زمان رجعت، صرت جنبك انا هون. امي امي